حاضرة من ثقة البلاغة مجموعة أمل المرأة الأردنية. بالنسبة كيف ما هضرت الصديقة ديالي على مجموعة تاع البرامج اللي كتشتغل عليها الجمعية، عندنا البرنامج الأساسي وهو مركز الاستماع للنساء ضحايا العنف، اللي من خلاله كتقدم الجمعية مجموعة تاع الخدمات للنساء ضحايا العنف، ألا وهي الاستماع، الإرشاد القانوني، المرافقة، والدعم والمواكبة النفسية للنساء ضحايا العنف. غادي نحاول نعطي واحد المجموعة تاع الإحصائيات اللي آخر إحصائيات سجلها المركز من شهر يوليو الى شهر ديسمبر استقبل المركز. بالنسبه انا نعطي كل نوع نتاع العنف باش تبين لنا الصوره والواقع نتاع المراه في اقليم الحاجب. هنا استقبلنا 34 حاله عنف جسدي من الفتره ما بين يوليو الى الفتره تاع ديسمبر 2019، 8 نتاع الحالات نتاع العنف الجنسي، 69 حاله من العنف الاقتصادي، 76 حالة عنف نفسي. هنا غندير إشارة أن ممكن حال امرأة وحدة تعرضت لعدد متنوع من العنف، يعني ممكن تكون ضحية عنف جنسي وفي نفس الوقت عنف اقتصادي وفي نفس الوقت عنف نفسي. هذا يعني غير صورة ما يعيشه النساء يعني في إقليم الحاجب، من كادر إقليم الحاجب 16 جامعة. يعني هذه الكم هذا كيخلينا نطرحوا واحد السؤال على ما هو ما التغيير اللي حدث، ما هو التغيير اللي حدث في مسار حقوق الانسانيه للنساء، وكذلك ممكن نهضروا على التغييرات اللي وقعت منذ احداث الجمعيه او منذ احداث المركز بالاقليم. نقدر نهضروا على ان كان كسر حاجز الصمت بالنسبه للنساء ضحايا العنف، كان الفضح نتاع هذه الممارسات اللي كتمارس ضد النساء، وبالخصوص يعني لواحد الفئات محدده سواء العاملات في الفلاحه او النساء العاملات في الجنس. كذلك تغيير العلاقات ما بين المجتمع المدني والفاعل، اللي كنهضروا على الفاعل يعني الفاعل الحكومي او الفاعل السياسي، يعني جميع المتدخلين في هذا المجال، هذا خلق واحد الحلقه نتاع التواصل، وكذلك فتح نقاش حول قضيه الحقوق الانسانيه للنساء في اقليم نتاع الحاجب. بين البرامج اللي كتشتغل عليها الجمعيه كذلك هو البرنامج تاع التحسيس والتعبئه. هنا عندنا واحد يعني حنا ولينا كنسميوها سنه سنويه اللي كنديروها كل شهر يعني مارس في كل عام، وهي حملات تحسيسيه كنقوموا بها في الاقليم تاع الحاجب. كنحاولوا اننا نقيسوا كاع المناطق القرويه في الاقليم. في هذه الحمله هذه كنركزوا على ثلاثه تاع الاهداف الاساسيه، هي التسجيل في الحاله المدنيه. ملي كنهضروا على التسجيل في الحاله المدنيه سواء الاطفال اللي يعني ناتجين عن علاقه زوجيه او الاطفال اللي كاينين يعني كانوا خارج علاقه زوجيه او بالنسبه للامهات العازبات. كذلك كنحاولوا نشوفوا النساء اللي هما مزوجات من الفاتحه بحكم ان هذه الظاهره هذه مازال منتشره في الاقليم. وكذلك كنحاولوا نديروا التحسيس ببعض البرامج او الاستراتيجيات اللي يعني جديده فيما يخص صندوق الارامل او صندوق دعم المطلقات. الشغل ديالنا مع النساء يعني ما كنتوقفوش فقط ان المراه كتجي كنديروا لها الاستماع الارشاد القانوني، لا، يعني مجرد ما كتدخل المراه لعندنا كيكون هذاك الاستماع الاولي، كيكون كنشوفوا الملف ديالها شنو فين غادي توجه، كنديروا لها الارشاد القانوني، اما يعني كديروا مستمعه من المركز او لا كتكون الاستعانه بالمحاميه باحدى المحاميات المتطوعات معنا في الجمعيه. كذلك كتتم المرافقه ديالها كيف ما كانت الاشاره من قبل، يعني كاع المرافق اللي غادي تحتاجها في الملف ديالها كيتم تسجيل الملف ديالها والمتابعه ديالو. وكذلك عندنا يعني الشق الاخر، لان منذ الشغل ديالنا تبين ان بين المشاكل الاساسيه اللي كتخلي المراه كدور في ديك الحلقه نتاع العنف هو داك العوز الاقتصادي. دونك من هنا جاتنا الفكره اننا خلق واحد المركز اللي غادي نحاولوا نوجهوا له هذوك النساء ضحايا العنف باش اننا نديروا لهم واحد التمكين وتكون عندها واحد الاستقلاليه اقتصاديه في المركز. احنا الاسم ديالو هو مركز امل للتاهيل والتكوين الحرفي للنساء. عندنا فيه مجموعه تاع الحرف اللي كيستافدوا منهم هاد النساء المعنفات بالدرجه الاولى، بالاضافه للفتيات المنقطعات عن الدراسه. عندنا يعني حرف الطبخ والحلويات، الخياطه والفصاله العصريه والتقليديه، عندنا الحلاقه، عندنا الاعلاميات، عندنا داك فن الديكور والتزيين، هادو الحرف اللي كيستافدوا منهم. وبالموازاه معاه كنشتغلوا معاهم على برامج اخرى، مثلا كتاسيس
المقابلات، كيفية إنشاء المشاريع، كيفية تتبعات المشاريع ديالو. يعني إحنا النساء ديال النساء اللي النساء ما كنشوفوش أنها فقط ضحية خاصة تاخذ يعني داك الملف ديالها وسالا، ولكن لا، كنحاولوا الهدف ديالنا أن نمكنوا هذيك المرأة، يعني ماشي مستفيدة من الخدمات، ولكن خاصة تكون متمكنة باش ملي تخرج تولي هي كفاعلة في المجتمع، وتحاول أن هي يعني تعاود تكون منتجة، ماشي فقط غير تستفد من الخدمات. يعني في النهاية نتاع التكوين ديالهم كيستافدوا من دبلوم معترف يعني به من طرف الدولة في إطار شراكة ما بين الجمعية والتعاون الوطني. هذا فيما يخص الشغل مع النساء. أستاذة وداع، كنعرفوا أن مدينة الحاجب كانت واحد المدينة منغلقة وعندها بعض الطقوس. بحكم أنكم جيتوا كجمعية للمرأة في واحد المجتمع اللي كان يعني حق المرأة مهضوم فيه الأقصى حد، كانت هناك معيقات. الآن هل هناك مشاكل مع المصالح الخارجية في مد جسور التعبوية والمواكبة مع سائر النساء، أم هناك تحفظ مع فئة معينة وهل هناك ضغوط تمارس؟ اكيد عطينا واحد الصوره يعني على الاشتغال تاع الجمعية والخدمات اللي كتقدم، ولكن هذا الشيء هذا اللي وصلنا له، ما وصلناش ليه هكاك من جهه، وكذلك ما وصلناش يعني للمستوى اللي بغينا. في خصوص يعني الوضعيه تاع النساء بمدينه الحاجب، مازال ما يعني مازال لا على المستوى القانوني، على مستوى العلاقات كما جاء في السؤال، على مستوى الوضعيه ديالها مازال ما وصلناش يعني فعلا اننا نهضروا على ان حققنا تعزيز كافي للحقوق الانسانيه للنساء. اكيد المنطقه تاع الحاجب عندها واحد الخصوصيه، وحتى الفتره اللي تاسست فيها الجمعيه يعني كانت كت معروفه بواحد الخصوصيه اللي كان فيها واحد التحفظ على الحديث على حقوق الانسانيه، شيئا ما زال يعني داك حاجز الصمت يعني تكسر. ما نهضروش في البدايه كانت كتجي امراه ولا جوج، حاليا ولاو يعني كنستقبلوا في النهار حوالي يعني نقدروا نوصلوا على حساب الايام تاع الاسبوع، واش نهار تاع السوق ولا ماشي نهار تاع السوق، يعني نقدروا نستقبلوا حتى 6 تاع الحالات يعني في اليوم. فيما يخص العلاقات، غادي نهضر انا مثلا في علاقات النساء مع المتدخلين عندهم علاقه بالملفات، هو كاين اختلاف نتاع التعامل، سواء واش مشات المرأة بوحدي تاع هذيك المصلحة أو لا ممشاتش بوحدي، مشات مرافقة من الجمعية. كذلك كاين إشكال ديال العقلية، ما عندناش إدارات مستقلة بنظام مستقل، يعني كاين قانون أو لا نظام داخلي الذي يسير ديك الإدارة، يعني كاين علاقات مع أشخاص، وهذه يعني من بين العراقيل اللي كطرحنا في الاشتغال. مثلا كيجي واحد الشخص على مستوى واحد المصلحة معينة، يعني كيكون عنده فكر حقوقي يعني متفتح، كيستافد من التكوينات اللي كديرهم الجمعيه، كيكون مهتم، كتكون الامور غادا مزيانه. كي يعني احنا عارفين كيفاش النظام يعني في المغرب، كي غادي يمشي موظف لهذه الاداره كينتقل، حنا كنلقاو راسنا رجعنا لنقطه الصفر، وهذا بالاكيد كياثر على الملفات نتاع النساء. يعني عاوتاني كيخصك تعزو رجع صفر ازيرو، وتبدا معاه التعبئه، تبدا معاه التحسيس، تبدا معاه التوعيه، وكتبقى على حسب العلاقات. يعني من بين العراقيل اللي عندنا، وان ما كاينش ادارات مستقله بانظمه داخليه بقوانين مستقله اللي ما كياثرش على تغيير الاشخاص، يعني كيبقى لو سيستيم يعني النظام هو النظام بالرغم من ان التغيير نتاع الاشخاص. في بعض يعني غنهضروا على يعني على الفئات نتاع النساء.